This conference will now be recorded. مرحبا جميعا، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب. معكم استاذه ليلى من معهد الجوده، وان شاء الله راح ادرسكم ماده البي 207 بورت بي. اليوم ان شاء الله راح اشرح لكم طريقه حل الاكتيفيتي باستخدام السلايدز اللي موجوده عندكم في الالمس. افضل شيء تدرسوا منه بهذا الكورس هو السلايدز اللي موجودة عندكم أو الخاصة بالمادة. ما في داعي أبداً أنه تدوروا على ملخصات أو تشوفوا حدا يلخصكم المادة، لأنه بالنهاية الأسئلة تبع الأكتيفيتي رح تجي مباشرة من السلايدز، والأساتذة بيجيبوها دايركتلي من السلايدز اللي موجودة عندكم، فبالتالي هي أفضل طريقة للدراسة بهيدا الكورس. خلينا نبلش بـ Week 1 أو أول أسبوع من مادة الـ B207 Part B، ورح أشرح لكم بالتفصيل شو عم نحكي عنه هذا الكورس أو هذا الويك باختصار. أول شيء بالأول أسبوع بيحكي عن دور المؤسسات المالية الدولية أو the role of international financial institution، شو دورها في الشركات، شو دورها في العالم، شو دورها في الاقتصاد العالمي in general. هيدا هو بالمجمل اللي بغطي الأسبوع الأول من الـ B207 Point B. ف first of all, the role of international financial institution أو international financial institutions play an important role enabling function for the global economic system. يعني هو بيساعد في استكمال الوظائف في الاقتصاد العالمي أو في نظام الاقتصاد العالمي. They are established by countries to ensure mechanisms for international financial cooperation. يعني تم إنشائها عشان يكون في تعاون مالي ما بين الدول. For example, by providing financial supports via grants and loan. يعني مثلا في دول تقرض او بتعطي قروض لدول اخرى عشان يكون في تحسن في اقتصادها او تصير في عندها تطور في النشاطات الاجتماعيه اللي موجوده، خصوصا الدول الناميه. تمام، فدور الانترناشنال financial institutions is مهم جدا، is really important في الاقتصاد او نظام الاقتصاد العالمي، لانه بيساعد الدول الناميه او الدول اللي ما عندها فلوس انه تكون او تشتغل بشكل افضل بسبب القروض او المساعدات اللي بتجيها من الدول الغنيه. تمام. The two key international financial institutions، في اثنين او مؤسستين ماليتين في العالم اللي العالم كله بيتعامل معهم. أول واحدة هي the International Monetary Fund IMF، the International Monetary Fund أو IMF اللي هي صندوق النقد الدولي. So أول واحدة International Monetary Fund IMF، صندوق النقد الدولي. هون بيحكي معلومات عنه، إمتى تم إنشاؤه، شو أي سنة. وبعدين نحكي عن founding countries sought to build a framework for economic cooperation, avoid a repetition of the competitive devaluation. الدول سعت انه تبني في مثل فريم او اطار للتعاون الاقتصادي ما بينهم. ليش؟ عشان يتجنبوا تكرار تبع التنافس اللي هي تخفيضات تنافسيه للقيمه تبع العملات او الموني اللي سببت كثير كساد في الثيرتيز او في الثلاثينات. تمام، فهيدا او هاي المؤسسه بتساعد على انه تخفض من التخفيضات التنافسيه لقيمه العملات اللي هي الكومبيتيتيف ديفالويشنز. تمام، شو تعريف الcompetitive devaluations؟ are made by countries that reduce the value of their exchange rate to make their exports cheaper in order to gain a competitive advantage over the countries. هاي التخفيضات التنافسية أو الcompetitive devaluation مين عمله أو شو سببه؟ سببه الدول اللي قللت من قيمة أسعار الصرف عندها عشان تخلي صادراتها cheaper، أرخص، عشان يصير في عندها competitive advantage أو ميزة تنافسية على البلدان الثانية. سبب الcompetitive devaluation الدول اللي قللت أسعار
صادراتها عشان يكون أو تكون منافس قوي في العالم، مثل مين؟ مثل تشاينا. هون بيجي دور الـ IMF أو الـ International Monetary Fund. Purpose أو هدفه is to ensure the stability of international monetary system. بيحاول إنه يضمن الاستقرار تبع النظام النقد العالمي أو نظام الصرف أو المدفوعات عالمياً. تمام؟ فهون باختصار أول واحدة من المؤسسات اللي هي الـ International Monetary Fund الـ IMF. خلينا نشوف مثال على الأسئلة اللي بتجي على مثلاً هذا البارت، كان من الكويزز أو من الأكتيفيتيز اللي كانوا بالكورس اللي فات. An example of international financial institution is، مثال على الـ international financial institution is، أكيد مو الـ EZ ولا الـ UN ولا الـ GCC، هو الـ international monetary fund. تمام؟ خليني أوريكم كيف أنتوا تقدروا تعرفوا إجابة هيدا السؤال أو دوروا عليه. هلأ أنتوا عندكم السؤال فقالوا لك International Financial Institution، فإحنا رح نكتب مثلا Institution بعد ما تعملوا Find Next. أول شيء رح تطلع لكم هون، فرح دايركت تعرفوا أنه هاي هي الإجابة، أو فيكم تعملوا International دايركت تعملوا next، هيجيبكم على الـ International Monetary Fund System، وهيك راح تقدروا تعرفوا الإجابة. خلينا نروح على الإجزامبل الثاني أو السؤال الثاني. The primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system. ممكن نختار مثلا كلمة purpose. خلينا نعمل find. طبعا تكونوا فاتحين السلايدز قدامكم. مثلا هلا هالاسبوع عندكم ويك 1 وويك 2، بتكونوا فاتحين الاثنين وتعملوا سيرش بالاثنين. بيربس على طول عطى هون، شفتوا الاجابه هون، the IMF primary purpose is to ensure كذا كذا، فهو هون حاطين فراغ ده، رح تختاروا الـ IMF. هي طريقه حل الاكتيفيتيز او الاجابه على اسئله الاكتيفيتيز. خلينا نروح على البارت اللي بعده أو الـ institution أو المؤسسة المالية الثانية غير الـ IMF. شو الثانية؟ The World Bank أو البنك العالمي أو البنك الدولي، whatever الاسم اللي أنتوا بالعربي بتكتبوه، بس هو بالإنجليش The World Bank. هون كمان مكتوب إمتى it was established، بس كمان كان نفس التاريخ تبع الـ IMF. It has its headquarters، وين موجود الـ مقرها الرئيسي؟ موجود في واشنطن، وعندها أكثر من 1000 موظف وأكثر من 120 مكتب في العالم كله. The World Bank is made up of 189 member countries، وفي أكثر من 189 دولة كأعضاء في الـ World Bank. These member countries أو الـ shareholders، هدول الأعضاء، are represented by a board of governance of governors. هدول الـ governors أو المحافظين هم اللي بيمثلوا الـ stakeholders أو اللي أو أصحاب العلاقة أو الأعضاء في هذا البنك، who are the ultimate policy maker at the World Bank، وهم اللي بيضعوا أساسيات أو السياسات اللي بيشتغلوا فيها في الـ World Bank. Generally, the governors are ministries of finances, ministers of development of the member countries. In general, هدول المحافظين هم وزراء المالية، مثل وزير المالية هم بالكويت أو وزير المالية، هم وزراء المالية ووزراء التنمية في هي في الدول اللي أعضاء أو الدول الأعضاء الـ 189 دولة. The World Bank Group has set two goals for the world to achieve by 2030. البنك الدولي أو البنك العالمي حط هدفين المفروض إنه العالم يوصلهم في سنة 2030. أول هدف end extreme poverty، يقضي تماماً على الفقر، and promote shared prosperity، إنه يخلي في رخاء مشترك من خلال يعني من خلال تعاون الدول مع بعض، ويصير إنه أقل يعني نمو الدخل من لأدنى بلد هو 40%. تمام؟ So عنا نوعين من الـ institutions أو الـ international financial institutions أو المؤسسات المالية الدولية. أول واحدة اللي هي الـ IMF، وتاني واحدة اللي هي the World Bank.
خلينا نشوف شو الاكزامبل او السؤال اللي ممكن يجي على هذا البورت. Ultimate policy makers of the World Bank are مين المتخذي القرار الأساسيين في الWorld Bank؟ إحنا هلأ شفناها، إحنا ممكن نقول policy makers، نحط find ونعمل مثلا policy makers، ما رح يعطي يمكن لأنه كلمتين، خلينا نختار بس واحدة، نكتب policy على طول. أعطانا policy makers at the World Bank هم ال governors، وهون قايل إنه ال governors are ministers of finance or ministers of development، فالإجابة رح تكون directly هي ال ministers of finance أو وزراء المالية، وهم ال policy makers في ال World Bank. تمام؟ طريقة الحل سهلة إن شاء الله ومش صعبة ورح تكون كتير بسيطة. خلينا نروح على الجزء اللي وراء أو Block 2 Reading 4 من الـ Week 1 اللي بتحكي عن Balance of Payment أو ميزان المدفوعات. Balance of Payment، شو هو الـ Balance of Payment؟ تعريف الـ Balance of Payment is an economic indicator، مؤشر اقتصادي that tracks all transactions between individuals, firms or government bodies، اللي هو بيتتبع كل المعاملات ما بين الأفراد، الشركات، الهيئات الحكومية لدولة معينة في فترة زمنية معينة، of a given country and the rest of the world during a certain period of time، وهذا هو الـ balance of payment، ميزان المدفوعات، هذا تعريفه. There are three main parts of the balance of payments، ثلاث أجزاء أساسية لل balance of payment: current account أو الحساب الجاري، capital account أو رأس المال، the financial account اللي هو الحساب المالي. تمام؟ three main parts. خلينا نشوف شو الأسئلة اللي ممكن تجي على هذا البورت. فراغ is an important economic indicator that tracks registers all transactions between a country and the rest of the world، هذا هو تعريف الـ balance of payment. بس برضو احنا خلينا ناخد مثلا كلمة indicator بالسؤال موجودة ونكتب، نعمل find ونكتب indicator، find next directly هيوديكم على تعريف الـ balance of payment، وهون رح نعرف انه الاختيار هو الـ balance of payment. هنشوف سؤال تاني. There are two main parts of balance payments، هل true or false؟ هلا احنا شفنا مع بعض انه هو اصلا عم يحكي هون انه three main parts of balance payment، فاحنا ممكن نعمل مثلا main parts، رح يودينا direct على هيدا البارت، فلا لو لما نلاقي انه three معناها انه الاجابة direct false. هيا نشوف سؤال كمان. Which one of these is not part of the balance of payment of a country؟ أي واحدة فيهم هي مو جزء من الـ balance payment للدول؟ إحنا already كمان ممكن نكتب main parts ورح يودينا على نفس الجزء، فلما رح نلاقي بالاختيارات current account صحيحة موجودة يعني مو هي الإجابة، capital account موجودة مو هي الإجابة، وهون financial account كمان من الأجزاء، معناها الوحيدة اللي مو موجودة هي saving account، فمعناها هاي هي اللي which one of these is not part of the balance payment. تمام؟ طريقة الحل إن شاء الله كتير سهلة ورح تقدروا أنتوا تحلوا الأسئلة بدون أي مشاكل. خلينا نكمل عن البالانس بيمنت والأجزاء الثلاثة تبعه، شرح تفصيلي لكل واحدة. The current account أو تعريفه الحساب الجاري هو registers payments for imports and exports for trade in goods and services plus income and transfers of money to and from abroad made by individuals، هو السجل اللي بيسجل المدفوعات اللي بتورد أو بتصدر في التجارة أو في السلع أو الخدمات، وكمان التحويلات الأموال اللي يقوم فيها الناس أو الأفراد من وإلى الخارج. تمام؟ هذا تعريف الـ current account. Current account. The capital account أو حساب رأس المال records all transfers of capital to and from abroad، بيسجل كل التحويلات اللي بتصير تحويلات رأس المال من
وإلى الخارج. For example, this may involve German firms. يعني مهم أنه تعرفوا تعريفوا هذا الأهم، لأنه أنتوا ما راح تحفظوا ولا شيء من هذا اللي عم أحكي. هاي بس شرح للأكتيفيتيز وشرح عشان إذا كان امتحانكم بالجامعة وعشان إن شاء الله تكونوا فاهمين المادة بالتفصيل. Third part is the financial account أو الحساب المالي. Records financial inflows and also covers claims or on or liabilities to non-residents. هو بيسجل تدفقات المالية وكمان بيقول المطالبات والخصوم لغير المقيمين مثلا، أو specifically with regards to financial assets. كمان بأي شيء يتعلق بالأصول. It includes direct investment الاستثمار المباشر، portfolio investments استثمارات الحافظة والأصول الاحتياطية أو reserve assets. تمام؟ reserve assets are عم يعطي example عنهم اللي هي الكرنسي العملات، commodities السلع، or other financial capital held أو أي أموال أو رؤوس أموال تحتفظ فيها السلطات النقدية. تمام؟ هدول ال three parts تبع balance payment. هيا نشوف كمان سؤال. The capital account registers payments for imports and exports for trade in goods and services. It's false. The capital account ما بيسجل ال imports وال exports. هو the current account registers هو ال current account هو اللي it registers the imports and exports, not the capital account. فهي غلط. السؤال اللي بعده registers فراغ registers incomes and transfers of money and from abroad by individual. هو طبعا ال current account وراح تستخدموا نفس طريقة ال find لما تشوفوا السؤال. When an individual transfers money from one country to another, the transaction is recorded. هل العملية بتكون مسجلة تبع تحويل الأفراد on the current account in the balance of payment of both countries. صحيح، of course it's true، مكتوب هون إنه كل التحويلات اللي بتصير abroad by الأفراد بالأفراد من وإلى الخارج يتم تسجيلها. okay، نشوف الجزء اللي بعده. The whole account must balance just as it would for the financial statement. لازم يكون الحساب متوازن بالكامل مثل البيان المالي أو financial statement. This is a technical requirement. Our surplus or deficit can be recorded on any specific part of the account. هذا الشيء ممكن أو هذا المطلب التقني ممكن يتم تسجيله في أي مكان أو جزء محدد في الحساب. The balance of payment can help us to understand the comparative position of a country. ممكن يساعدنا أنه نفهم المدفوعات تبع بلد بالنسبة لبلد أخرى. وعطي example عن هذا الموضوع. Global imbalances can occur and are reflected in a large and persistent deficit or surpluses in the current capital and the financial amount balances. الاختلال في الفلوس أو الحسابات المالية ممكن يكون بسبب العجز أو الفوائد الكبيرة في أرصدة الحسابات الجارية. The adjustment عشان نعدل هذا الموضوع of global imbalances عشان نعدل ال global imbalances can be left to market force. ممكن نخلي قوى السوق تصححه أو government actions أو تصححه الدول أو الاتجاهات القرارات الحكومية. خلينا نشوف example عن هيدا السؤال. The balance of payment position enables one to understand the comparative economic position of a country in relation to another. Yes, the balance payment بيخلينا نفهم helps understand the comparative position of a country. So the answer is true. خلينا نشوف الجزء الأخير. وهون رح نحكي عن الاستثمار الأجنبي الـ FDI أو الـ Foreign Direct Investment. الـ Foreign Direct Investment شو هو الـ Foreign Direct Investment؟ هو are a form of investment made by companies. استثمار تقوم به الشركات وخصوصا الشركات العالمية that establish plants and offices in other countries اللي بتحط أو تخلق مكاتب أو مصانع في دول أخرى عشان تنتج أو تبيع منتجاتها في هاي الدول أو في الدول في كل أنحاء العالم. So FDI are forms of investments made by companies that establish plants and offices in other countries in order to produce or to sell
products and services in countries around the world. شو هو الهدف من الـ FDI أو الـ aim تبعه؟ FDI are aimed at securing operational control عشان يأمنوا رقابة تشغيلية على the, and they should be distinguished from portfolio investments. ولازم يكون نفهم الاختلاف ما بين الـ FDI أو الـ foreign investment الـ foreign direct investment وما بين الـ PI, الـ PIS اللي هو البورتفوليو انفستمنت او الاستثمارات الحافظه. تمام، هون عم يحكي بس عن الفرق بين الاثنين، ومعطي اكزامبل عن تومي هيلفيجر كوربوريشن اللي هي شركه عالميه ومقرها الاساسي في هونغ كونغ وعندها في جزر بريطانيا، تاسست في جزر بريطانيا بس مقرها صار هلا في هونغ كونغ وهي مدرجه في بورصه نيويورك واساسا ممتلكه من مستثمرين انترناشونال او دوليين. هنا نشوف الاسئله اللي ممكن تجي على هذا البورت. FDI stands for باختصار، شو هو الاختصار تبع FDI او التطويل تبع FDI؟ foreign direct intervention no، foreign domestic investment no، foreign direct intermediation no. ممكن عادي تكون الإجابة none of the above، ولا واحدة من هدول، لأنه هو foreign direct investment. foreign direct investment.